في مقر المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف. أودعت المملكة العربية السعودية سكي الانضمام لكل من اتفاقية لوكارنو واتفاقية فيينا للمدير العام للمنظمة العالمية، وقد تمت مراسم التسليم في مقر المنظمة بحضور كل من مندوب المملكة العربية السعودية السفير الدكتور عبد العزيز الواصل والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غوري. These treaties have a practical importance of connecting the practices of the Saudi Intellectual Property Office with the practices of other intellectual property offices around the world. وجاء انضمام المملكة لاتفاقيتي لوكارنو وفيينا بناء على مرسوم ملكي وقراري مجلس الوزراء 219 و256، وذلك توافقا مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز الجهود الدولية وتحفيز الجهود الوطنية من أجل ترقية وتطوير العمل الوطني وفقا للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية. يأتي هذا الحدث في سياق اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بحقوق الملكية الفكرية. خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز حقوق الملكية الفكرية، وهذان الصكان يمثلان خطوة في هذا الاتجاه. بحمد الله نحن في المملكة لدينا قوانين تحمي الملكية الفكرية، وهذا الأمر مهم لاستقطاب المستثمرين وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعلامات التجارية وأيضا الأمور الأخرى ذات الصلة. وتعتبر اتفاقية لوكارنو من الاتفاقيات الهامة في مجال الملكية الفكرية، وتنص على تصنيف دولي للتصاميم الصناعية من أجل إيجاد نظام عالمي موحد للعلامات والتصاميم. وتعتبر اتفاقية فيينا أهم تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية، وتصنف جميع النماذج الصناعية المسجلة في المملكة البالغ عددها 7000 نموذج وفقا لتصنيف لوكارنو العالمي. في إطار جهودها الدولية وعلاقاتها الممتدة بين منظمات الأمم المتحدة، تقدمت المملكة العربية السعودية بسكي اتفاقية فيينا ولوكارنو للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، جنيف.